مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بستين بالعربي. أنا جيسي، اليوم حلقتنا بعنوان The Mystery Message. مين في ساعدني اكتشف شو الرسالة اللي بعت لي إياها مستر بان؟ خليني أخبركم شو صار معي اليوم الصبح. دق الباب، إجا شخص عطيني هيدا البوكس مكتوب عليه The Mystery Box. كان ملزق كتير 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 منيح. بلشت فكه وفكه وفكه تلزيق. فتحت هيدا البوكس، طلع لي بالبوكس هيدا الرسالة. الرسالة هي عبارة عن أحرف، بس ما كنت أعرف هيدول الأحرف على شو بدلوا. قعدت فكر وفكر وفكر، بالأخير اكتشفت كيف فك هيدا الشيفرة وأعرف مستر بن شو كتب لي بالمسج. اللي عملته هو جبت سلندر مبروم. So, الأغراض اللي بدنا نعوزهم لليوم هو سلندر مبروم، قلم، تلزية، مسطرة، ومقص. بلشت شوف كيف بدي فك التشفير عبر طريقة السكاي تيل. خليني أفرجيكم شو هو السكاي تيل، وخبركم شوي عن تاريخ التشفير. على مدار تاريخ كانوا كل الشعوب يتواصلوا مع بعضهم بطريقة سرية، وهيدي الطريقة كانت تخليهم بس هن يفهموا على بعضهم البعض يفهموا الرسائل. وين كانت هيدي الطريقة متبعة؟ كانت هيدي الطريقة متبعة أكتر شيء بالحروب وبين العسكر، وبس بدهم الجنود يتواصلوا مع بعضهم، وبس بدهم رؤساء الحروب يتواصلوا مع بعضهم حتى ما حدا يفهم عليهم. كانوا يستخدموا التشفير بأشكال مختلفة. بلشت أشكال التشفير اللي كانوا يستعملوها كانت كتير بسيطة، بلشت تزيد وتزيد وتزيد تعقيد. وكل مرة كانوا يزيدوا التعقيد بالتشفير كرمال ما حدا يقدر يكتشف كيف عم بيشفوا. حبيت أعرفكم اليوم على سكاي تيل. سكاي تيل هي طريقة تشفير سهلة كان يستعملها السبارتنز لحتى يتواصلوا. ظهرت للمرة الأولى باليونان القديمة بالقرن السابع قبل الميلاد بمدينة اسمها سبارتا. السكاي تيل هي شكل من أشكال تحويل ترتيب الأحرف بطريقة اللي متلقيها لازم يرتب يرجع الأحرف لحتى يقدر يفك الشيفرة ويقرأ الرسالة. كانوا يستخدموا سلندر مثل ما شايفين كتير بسيط ويلفوا عليه الرسالة. فاليوم رح نتعلم كيف هالرسالة بدنا نعملها كودينج وديكودينج، كيف بدنا نشفر الرسالة وكيف بدنا نقرأ الرسالة. قبل ما نتعلم طريقة التشفير اللي هي كتير سهلة وبتخليكم تتسلوا أنتوا أصحابكم فيها وحتى تبعتوا رسائل سرية لبعضكم، خليني أقلكم شيء صغير عن السكاي تيل. السكاي تيل ما كان كتير مستخدم بالحروب لأنه فك الشفرة كتير سهل، بس كان يستخدم إذا الواحد بده يبعت رسالة على السريع لأنه كتير كيفية كتيبة الشفرة كتير حلوة. اليوم رح نتعلم كيف نفك أول شيء الشفرة. بدنا نفك الشفرة تبع مستر بان، المسج تبع مستر بان اللي بعتلنا إياها. فرح حط تلزيقة على هيدا السلندر اللي عندي، ورح جرب أبرم الرسالة بطريقة تكون كلها مثل الصور، تكون كلها متساوية على بعضها. صارت عندي جاهزة، رح لزقها من تحت لأقدر فرجيكم إياها وفرجيكم وعلمكم كيف بنقرأ المسج المشفرة بواسطة السكاي تيل. So, قدرين تقروا؟ The were
راح أبرمه، لأ راح أبرمه بالعكس. The world needs you. So Mr. Ben عم بيقلنا إنه the world العالم بحاجة لإلنا. أقولكم شو بدو منا بالضبط؟ العالم كيف بحاجة لإلنا؟ شو بدهن فينا؟ كيف فينا نساعد العالم؟ خلينا نبعث له رسالة لمستر بن نسأله فيها كيف فينا نساعد العالم. هالمرة رح نعمل السكاي تيل، رح نشفر عبر السكاي تيل، بس رح نشفر بالعربي. فمثل ما قلنا الماتيريال كتير بسيطة، رح فك هالورقة لحتى استعمل السرنجل تبعي. أول شي بدكم تجيبوا الورقة، فكروا معي كمان بالرسالة اللي بدنا نبعثها لمستر بن لنسأله شو بده منا ونحن كيف فينا نساعد العالم. رح أرسم خطوط مستطيلة على هالورقة بعرض المسطرة تقريبا. هلا فرجيك اليوم رح أرسمهم. بدي خطين I don't think ما بظن بدي أعوز أكتر من خطين. أوكي سو في حسب طول السلندر عندي في طول الرسالة. سو قصيت خطين، رح جيب مقص قص هالمستطيل اللي قصيته من ورا سو صار عندي مستطيلين بعرض بعضهم. رح لزقهم بتلزيقة صغيرة بالنص لحتى تصير مثل ورقة طويلة. وهون أنتو حرين حسب طول الرسالة تطولوا الورقة أو تقصروها. رح لزقها من الجهتين لحتى استحكم اشتغل فيها. اوكي هلا لاكتب عليها الرساله بدي لفها حوالين هالسلندر بطريقه طبعا يكونوا كل الخطوط من تحت بس يكونوا حد بعضهم يكونوا على بعضهم، يعني بس لفها يكون طرفها كله على بعضه. رح لزقها بتلزيقة صغيرة من فوق ورح أرجع فك التلزيقة بالآخر. مثل ما شايفين بدي ظبطها لحتى يصيروا كلهم parallel لبعض. كل strips رح لفها ونزقها بتلزيقة صغيرة من تحت. ورح اكتب عليها رسالة لمستر بان، رح قله نحن جاهزين قلنا كيف فينا نساعد، شو رأيكم؟ ولا رح اكتب له كيف فينا نساعد، كيف باستطاعتنا أن نساعد بالعربي. وكيف نستطيع أن نساعد، وهو رح يركب هل أحرف على بعضهم ويقرأ رسالتنا. أوكي سو كتبت له لمستر بان كيف مثل ما شايفين نستطيع أن نساعد
وطبعا ما حدا رح يقدر يقرا هالرساله، لانه خليني افرجيكم كيف صارت. صارت هيك، فما حدا قادر يفهم علينا شو عم نكتب، لانه الاحرف ما بيشبهوا بعضهم، ولا حتى they do not make sense، ولا إلهم معنى. هيك شفرنا على هيدا السيلندر وبعتناها لمستر بن. بس انتو قولكن اذا استعملنا حيلا شي، اذا لفينا هالورقة حيلا شي رح نقدر نقرا الرسالة؟ انا خطر عبالي إيه في حد قنينة مي، بس خليني اشيل التنزيق عنا. انا خطر عبالي لفع قنينة المي. اذا لفيت على قنينة المي العريضة قادرة اقرا انا الرسالة اللي انبعتت لي؟ يعني اذا انا جيت ولفيتها ورتبتها مثل ما حكينا، قادرة اقرا شو مكتوب؟ اكيد لا. مشان هيك بتشفير، نظام تشفير وفك التشفير بسكاي تيل لازم يكون، وكتير مهم يكون المتلقي الرسالة عنده فكرة حوالين شو بده يلفها، قديه حجم السلندر اللي بده يلفها حواليها لحتى يقدر يفك الشفرة. لأنه هالورقة البسيطة في يلفها حوالين شي تخين، شي رفيع، شي حتى أرفع مثل القلم. حتى إذا بدكم تبعتوا رسائل لبعضكم بالمدرسة لأصحابكم ما حدا يفهم، بدكم تتفقوا على هيدي طريقة التشفير اللي هي سكاي تيل، وفيكم بكل بساطة تشفروا لبعضكم على القلم. كيف بدها تصير هيدا الشيء؟ كمان بس بدل ما ناخذ ستريب عريض ناخذ ستريب رفيع، نتفق نحن وأصحابنا اللي رح نشفر نحن وياهم أي سلندر بدنا نستعمل لنفك التشفير. خلينا نقول استعملنا القلم واتفقنا نحن وأصحابنا إنه بدنا نستعمل القلم، رح نلف حوالين القلم للورقة ونكتب رسالة عليها. خلينا نقول نحن بدنا نكتب لأصحابنا do you have a chocolate bar. okay so إذا كتبناها على هيدا القلم اوكي ما ساعد معي كلها. سو مشان هيك اللي بده يشفر بده ينتبه انه عدد السبيس والستريبس الرابس المحطوطين بكفي لكل هالرساله. سو مثل ما شايفين انتو اذا بتشوفوها هيك ما فيكن تفهموا شيء، بس اذا بلفها على القلم بصير فيكن تفهموا انا شو عم قلكن، خاصه اذا انا رفقتكم ونحن متفقين على هيدا الكود. سو انا بقدر حطها حد بعدها اوكي واقراها بهيدا الشكل. do you have a chocolate just you want a chocolate I can reply on the same message. سو هيك هيدا الطريقة بتخليكم تشفروا لبعضكم وتفكوا تشفير بعضكم بلا ما حدا يفهم عليكم. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا. Thanks for tuning into Real Inspired Learning. Remember to always pursue your passion until it becomes your talent. الحقونا على newminds.tv، على New Minds Enrichment page على الفيسبوك، وعلى New Minds Lebanon على الفيسبوك كمان.
وانترونا قريبا على يوتيوب. باي.